متابعي ومشاهدي جريدة عبير مباشرة من الدار البيضاء في مباشر جديد معنا الكاتب العربي مصطفى النهيري في موضوع جديد. سي مصطفى، ما معنى الحضارة؟ سي نعم، ما معنى الحضارة؟ ما معنى الثقافة؟ ما معنى الأدب؟ الأستاذ مصطفى النهيري كاتب عربي من المغرب. الحضارة هي منظومة شاملة تشمل الأدب والدين والتشريع والقانون والشعر والفلسفة، نعم، والعمران والجميلات والظهور الفخر، يعني الفاس سي لي سيغ اباندون لا لوبيلونس ولا شيء الجوع والنوع والوسخ والقهرة. مثلا لو انكم تعقبتم كل كتب التاريخ لتترصدوا صور انسان امازيغي بربري لن تجدوا، في حين ان الشخص العربي الانسان المعرف صوره مبثوثة في كل كتب التاريخ، ترى خواتم القفاطن الزرابي، في حين ان الانسان الامازيغي البربري لا وجود لصوره. لماذا؟ لانهم انفسهم لا يستعملون القلم ولا التصوير وراء الورق، لا نعرف صوره الامازيغي القديم ولا حتى في العصور الوسطى، في حتى اذ دخل الكاميرا في نهايه القرن التاسع عشر، اذ ذلك أصبحنا الأدب هو ملازم لقيمة اللغة العالمية. الشعوب لا تتساوى، هالشعوب الجابونية، شعوب التصماني، وشعوب الزابوريجان اللي عاشوا 30 ألف سنة هما في أستراليا ما كيصنعوش قنب باش ما كيصنعوش بلغة، ما يعرفوش إذا الشعوب تتفاضل ليس بهاليسيناسيون سيفيليزاسيون، بافكارها، بعلومها، بقوانينها، بعمرانها، بطبخها، بفلسفتها، بقواعد نحوها، بكتابتها ولغتها المنتشره والمنشوره في كل العالم، تاخذ عن اللغات العالم كاللغه العربيه وتاخذ عن باقي اللغات العربيه. لا وجود لشيء اسمه الأدب الأمازيغي أو الرواية الأمازيغية أو الشعر الأمازيغي. نعم هناك ثقافة لا سيكولتيغ فولكلوريك محلية لوكال أركايك تناسب الناس، أما الأدب فهو صيغة فنية جمالية تقتضي قواعد. الرواية الأمازيغية مهزلت المهازل، الشعر، العرب في كل الكرة الأراضية معروفون بالأدب، الغرب حينما يذكروا العرب يذكروا الشعر، الشعر الجاهلي الذي ترجم، الشعر ما قبل الإسلام ترجمه الألمان والإنجليز والفرنسيس والمشرق الهولنديون وحتى الأندونيسيين ترجموا الأدب العربي الذي هو مكتوب منذ 17 القرن. فكيف نقول الشعر الأمازيغي لا شيء إلا نخزة تيفينا؟ على قضية تيفينا، والله ود الفاسيلة قرا لكم تيفينا، ومني الدري كذلك في المقابل مني أمازيغي يشوف تيفينا زنقاو فرنسا ويوم ما كايناش العربية، ما يقراش ابدا العربيه، لانه بالنسبه اليه لغته اصبحت في الفيترينات داخليا، يحتقر انما هو ماجد وبادخ وسبليم سامي من اجل الكره والفولكلور والتقناويت والتعيساويت. على ذيك قريت اليوم في الصباح واحد السلاطين السلطان المغربي مولاي سليمان كان ضد الأضرحة والزوايا، الآن يشجعون الزوايا في الطريقة القادرية والدرقوية. مولاي سليمان في القرن التاسع كان ضد الزوايا وكان يمنع بعض المواسم حيث تنتصر الضعارة. الأدب هو الأدب العربي معروف في العالم بلغته العالمية، أما أن تركب على لغة أو لهجة محلية حسن تبعو داك الشيء. الادب والروايه من النقد الامازيغي، الشعر الامازيغي ووزعوه. راه واحد السيد كتب في السبعينات شي مسائل بالدارجه بالشلحه بحروف عربيه، وزعوه ما كاينش اللي تبعت منه حتى ربع صفحه، وزع منه شي 200 صفحه والدار البيضاء، راه باقي في البيرو الطابه مليوح، نشوروا طبعوا
وحضروا معارض الروايه المزيغيه، الشعر الامازيغي، النقد الامازيغي، المسرح الامازيغي، السينما، كل شيء يقدر يصور، ولكن المضمون، المحتوى، الدلالات الجماليه، الابعاد الحضاريه لهذا العمل الفني الادبي منعدمه، لان القضيه ماشي تكون في الدار البيضاء ويقول انا في الدار البيضاء غندير الروايه الامازيغيه، الروايه هي روح نابعه من صميم اللغه العالميه، الشعر خاص انثروبولوجيا ثقافيا بالعرب، في كل الكرة الأرضية العرب معروفون بالأدب والشعر خاصة علاوة على الخطبة، الآن كاين ليها شعر، ولكن لا تتطفلوا ولا تهرجوا، راه كتضحكوا على بعضكم، راه ما هذه، لا وجود للأدب الأمازيغي، مجرد تهريج وعناد ونكد لا غير. الرواية، الشعر، النقد حتى المسرح هو نتيجة سياق، صيرورة ثقافية أدبية فلسفية فنية استغرقت القرون، كما عند اليونان استعمروا الرومان الذين كانوا يهيمنون على الكرة الأرضية طيلة ستة قرون، ولما جاء دور اليونان وهم شعب صغير تسيد على الثقافة الرومانية وأصبح الرومان معتمدين ومتبنين لكرة بلاطون وارسطو وهيراكليت وارسطو وارسطوفان وأغيبيد، لأن الثقافة اليونانية هي ثقافة ذات حمولة إنسانية ناشئة، معلم البشر الأولون هم اليونان. خليهم تخرج الصين مهابطة ديال الهنود، المعلمون العقلانيون لصوفيس الآدميون الفنانون لكل الكرات الأرضية هو أرسطو، بلاطون، سقراط، أرسطوفان، كثير كثير كثير، دعت من الاسماء مع الانفعال، معلم اساس اللوغوس، الدماغ اللوغوس، معلم الكره الارضيه، وتبعهم العرب والامجاد هم اليونانيون، ولا الصين ولا الهند ولا بمبارا، الثقافه والحضاره هي معطيات تغرق شعب وروح امه طيله قرون من الكتابه المخطط، لا كاليغرافي اكريت، لا كاليغرافي، لا يوجد خط مغربي، هناك خط عربي تحته المدرسة الأندلسية، وإلى صرنا الخط اليمني، الخط الكويتي، الخط البحريني، الخط القطري، الخط السوري، الخط المصري، هنا الخط الرقعي، الخط الديواني، ولكن كلها تحت منظومة الخط العربي، أما هذا الخط المغربي فهو خط أندلسي. الأستاذ مصطفى النيري يحيي صديقنا عبد الله، السلام عليكم. شكرا. الله يحفظك، الله يرضي عليك.